ومناسبة قلين تبين تدفع دي كوباد حفتك قرانك كريمك كرميسا مدرسة ديغانك دو حقوبان ايدا الرحمة ارديدا ايا صور ميسا حفتك قرانك كريمك بالأمس فزت بختمة القرآن أمنيرة الترك كتبت قصيدتي فرحا أبارك والحبور علاني سيدو كلام مدرشاني وحا لغو مامو سيار دي دي كالما هارو كسو غالي امتحانات كي لغا سو غادي سنة دوكسيات كي لما دي اي لبدا كوني كوبي لباتنكا تو لبدا كوني لبي لباتنكا ليس توريك الدمى كلا ولا لعب مع الأقران ولئن شدوت كان شدوك آية رتلتها من محكم القرآن ما بين إدغام وإظهار كذا التنوين والتشديد في إتقاني سيدو كلام مناسبة داني وحلقو مع موسى يا أرداي صورة ما يستطيع جسسك كلا دوان القرآن كريمك هذا بمدرشان أو كقب صورة برحد بنان اي مدرسة دار الرحمة أي غورين با وحا مناسبة داني لغو سوع سومي مسؤولين آذو قيمة بدنو يسوكو جري علماء الدين وحقرد أقويانو والدين اي أرداي دا قيمة بدن اي مركز كاني كبرت حفتك القرآن كريمك هذا بغورين با مناسبة داني وحا فريس لمركانا فافاين ديرا دا كبحيي مامولك قود اي مدرسة دار الرحمة أستاذ جمال شامع وحانو كور بحي آساس كي وليبا مراحشي كلا دوانا وصو مراي سدو كلا وحا وامان إيا مهند قسو جيدي والدين تقيما بدن أوبت كودا كيني مدرسة دار الرحمة وحانا مامول كدر دار نديسي كم إذاها وحا شرف النوع أرضي دا إني مركا مانتا بركم إذا قراء كينو دميين برنا أي مركا جسيسك كلا دوان ay quraanka ay marayaan waxa kala marka sharaf ino ah in marka iyaga ardayda qaar ka midna ay dhameeyaan higaad iyo marka akhriska saddexda qayboodba in meesha ay marayaan waa sharaf aad iyo aad weyn oo ta arinta marka ay tahay in marka ku dayano madrasadu walaalayaal aan waxa weeyaan waxaan ay maamulin madrasada madrasadu marka waxa kamid ah waqti anigu aan kaliye dhigi jiray oo marka xaalad marka inta ka hooseysa ay soo martay kadib marka fikir aan ka fikiray sidee bay marka iyo dadaalkii ay marka ardaydu u gaari kartaa heer ay marka ay quraanka ay dhameeyaan tiina alxamdulillah rabbil alamin maanta weyn joognaa oo maanta marka ayaynu marka aynu marayna taana waa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa mahadaan iska leh marnabaadka waxa iska leh marka waalidintii ku dadaalay ee marka iyaguna arinta marka ay ku garaqootay ardaydooda aan waxaynu higsan doonaa in marka ay waqtiyada madrasadu ay ka kooban tahay ay ka koobnayd marka waqti aan marka galaasiba aan jirin maanta aynu hal galaas haysano waxaynu higsanaynaa marka inay marka aynu ay u baahan tahay madrasadu qolaal loogu kordhiyo ardayda ay tiradoodu marka maadaama ay badan tahay higsiga marka kale waxa uu noqonayaa inay marka aynu u soconno xataa heer marka aynu marka ayn culuumta diinta aynu marka heer jaamacadeed aynu ka gaadhno ka maamul ahaan heerka marka aan doonaynaa higsigiga wakaa marka waxaan ku soo gabagabaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadle waalidiintana waan u mahadcelinayaa iyagoo intaasoo dhan ardaydooda ku garab taagnaa inay marka ay xifdiga qur-aanka iyo waxbarashada diinta marka ay ku garab taagnaayeen
إلهي سبحانه وتعالى وحويدي سنينا إنه إلهي مركاين وأفعه أرضي ذي قيمة أبني ذي كسعوتي مدرسة دار الرحمة أي أنتي مناسبة دو سعوتي وحي صوبان ديجين بندقا قوني ذا ذو قيمة بدني علومتي كالدونا يكو سوقات مدرسة دو ذني وحانا بندقا قوني تكو ذي كم ذاها وترى الشمس إذا ضلعت تصور عن كهفهم ذات اليمين وإذا قربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اضطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم من ورقه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيذوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا تغحموا كإلى شنو حمان تكديديو أشنا هلو قديريو أشا حتى ورينو ناي أشا حتى ورينو ناي وحان ديغانا قرآن حلال باندف سنة سنة النبي قاندنا سنة النبي قاندنا وحان جهلنا دمبال قلبي قانو سيدي سو دواقان مهادنا دواقان مهادنا وحان جعلنا هاي دخصبا إنان نقنا ربنان علميقا كغداسنا علميقا كغداسنا وحان جعلنا هاي دوين إنان نقنا دلين دلكي ودين تبا أنفع دلكي ودين تبا أنفع وحان قويسكينا دالي إنه نودي دي ديان أنا غدف نالا ربان أنا بوان تانسن اللو دين عودة هاي اللو دين عودة هاي مسؤولين تي قيمها بناي مدشاني لغو سوعة سومي كم ذاهاين علماء الدين مسؤول كالسعودة وسارة الدين تاوقافته ماموليال أقويانو والدين أيا يقونا كلمة مناسب كوا وسو جيدي أرديد لما يستي قرآن كريمك إيو ولي بأرديد لرچين أيو إن رميسان دونان سند كسو سودا وحي سودو كلا أمان يدعا وسو جيديين مامول كي معلمين تقيمة بدني مدرسة دني أرديد وحور لغا إسلام مركانا برأي كلام كإلهي علم قواشا يادي يا ذو قيمة بدن ونرش بلا آدم ك إلهي يقول تلقى لي الدنيا آخرة با إني كلي بانان برتانو أيكو عمل فلا رسول كنوحور عليه الصلاة والسلام إنما العلم بتعلم علمه هو برشة مع ذلك بعلمه أبا هي وقت اللي قب حيه
جهدي إن لغو بحيوه لغالة إن لغو بحيوه وقت الله رابه باهي حي ساد رادت بعلمك يا شيء قال يا شيء قال جينا وحوب باهي حي وقت اللي قليه وحنا الله يرحمه مرك هذا علمك وقت جاك أردن سيسو أيون يراكم إذا كسيا ساد رادت ولا ليال إلهي بين ودي سنينا إنه ينقدقه كوا علمك فضلك ياتك ياتك وقيمة بدن له إلهينا وافتشي يجونا كفايد است وقت جودك كفايد است فداش علمك وحكم إذا ولا ليال إن الله سبحانه وتعالى وكل شيء في القرآن الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ربي وحى وكل شيء في القرآن الكريم إلهي وحى أمر خاتك يهي وحدان يديس إنان إلهي مويا إلهك لو حق لغو عابدا ترين وحى كلوك أمر خاتك عينان إلهي مويا إلهك لو حق لغو عابدا آنو ترين ملائكة إلهي waxa kala sidaa soo kala ka marqaati ka ay dadka cilmiga leh maca dalika bay dadka cilmiga leeyihiin dadka garanaya ilaahay subhanahu wa ta'ala wahdaniyadiisa saadaraadad walaalayaal cilmigu fadligaas u leeyahay waxa kala rabbi u leeyahay masina dadka cilmiga leh iyo dadka aan cilmiga lahaynba ilaahay subhanahu wa ta'ala u leeyahay qul hal yastawi alladheena ya'lamuna wal ladheena la ya'lamun miyey sameeyeen bay ilaahay dadka cilmiga leh iyo dadka aan cilmiga lahayn ma masina ilaahay subhanahu wa ta'ala masimin inu cida halka ka madaxii isgarab taagto waalidka ilmaha dhalay uu isgarab taaga macallinka wuxu dhigaya iyo horumarinta waxa weeyaan ilmihiisa dhis haday tahay anfala galiya haday tahay ka wareyn haday tahay oo markasta qofka quraanka garanaya xaafidka ay noo saarnaana madax ay noo saarnaado siyaadartay walaalayaal ardayda halkaasi quraanka qaar qalin jabiyeen qaarna ay ku si jeedaan waxaan leenahay tartan baa ku jirtaan khaas ahaan degmada Madheera tartan baa ayaa waxaan ku jirtaan insha Allah aan hawayaan miyalan dooxa guban waxa kula jirtaan migaalooyinka kale ama tuulooyinka kale kamida waxaan degmad Badheera soo hoos gala aan madaris farabadan baa waxa weeyaan ka jira insha Allah waxaynu horeyn u mareyna aad iyo aad waxaanu leenahay barbarka ka baxdaa bi khayli qaleen marka ardayduna aad iyo aad ugu dadaalaan waxaan aad iyo aad waxa weeyaan ugu sii hambalyeynaya ardayda quraanka dhameysay ee quraanka inuu akhriyeysay ila rabbi subhanahu wa ta'ala quraanka ay dhameysay mid ilaahay ku anfaca ka dhigo iyada waalidayteed ba rabbi subhanahu wa ta'ala mid ku farxaa maalinta qiyaamaha ka dhigo ardayda waxa la sheegay in araga ka naafatahay hadana quraankii ay dhameysay maxaa suuqeyna ka buuxa rag waxa weeyaan aan de awood ka badan leh iyo habla ka badan loo waxba baran la laakiin hadana arinta nooca aya hadana quraanka ay dhameysay ala rabbi subhanahu wa ta'ala indhaha u furo aan quraanka la wuxuu ka waramay markii la sheegay quraanka lama oran kitaab quraan uu ku yaalay ilaahay wuxuu yiri bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladina utul ilma ilaahay wuxuu yiri wa ayat cad oo ku sugan kuwa cilmiga la sii laabahooda iyadana waxaan ku dardargelinayna arinta noocaasi qeyr ka baad uga dheereyn kartaa maantana waad uga dheereysay aan insha Allah waxaan u rajaynaynaa guul iyo marka waxa weeyaan horumar waxaanu aad iyo aad halkan ugu mahadcelinaynaa maamulaha madrasada waxa weeye heerka soo gaarsiiyay iyo macallimiintiisa waalidka waxa weeye ka soo garab galay in ardaydu maanta halkaas soo gaadho cid kasta oo ama daneeya ama maxaan ku raadayay ka qayb qaatay in ardaydaas maanta barta timaado runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ka maamul ahaan ka macallimiin ahaan waxaan leenahay ardayda maanta quraanka halka ku dhameystayna hambalyo 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 waxa kalaan u mahadcelinaynaa ardayda kale soo socota ee soo dhowdhow ee waxa weeye jaaniska inay barta soo gaadho waxa weeye iyadana ku soo rajo weyna britoliyana inay qalin jabiso waxa weeye iyadana gaari doonta waxaan leenahay waxa weeye madal la isugu yimaado waa tii aad iyo aadka ugu quruxda badnayd waxaan leenahay waalidku waa tacab ay geliyeen ardaydoodii waa tacab ay geliyeen maxaan ku dhadaayay macallimiintoodii waa tacab ay geliyeen maamulkoodii
وحوي عدي كتو تعب لجلينا وحوي ما أنت مرها سوق لك سوق بها عاد كوه قرص بدن عاد كوه في عن وحوي ما أنت عد كستو عرق تابا أي وحوي أركي سقيم هاي لذي عاد بوجسوا تبعي أرضي ذن ما أنت بركض غلين تبريان بلنكو لولوي بلنكو سيحيان با وحلي هاي ما مرها يوم علمين تا إلى هاي جنا أول خير قباسيو أرضينا إلى هاي كوي وحقوقها سيكون أنفع الله كيرو عاد بني زيجنا وكم هاد علنيا وحن لي هاي وتساك الله أول خير الجزاء إلى هاي دكرا هاي دكابل مريو الوالدين تعب كيل إلى هاي قصرين معي عادي عاد بو إلى هاي إذا لقرب تريا هذا الله كان يقايو أرضي ذوي ما هتنتهي مالو عمي مرسا إما كان الله قصي وضو هل قاية هل بيك فوق بوي جاريسا هذي لسي وضو وصل الله وضو إذا كان تعب كنا لو تلما أرضي لو حلية وما هتنتي آدي أدو ما هتنتي وحبا أبان برانيسا وحبا نقانيسا سلاسو كاسو ألقصو ما كسي وغانيسا ذكرا marka halka ka sii wadaan idinkuna way faa'iideysaa dadkii idin u bas waalidiisa waa u faa'iideenaysa alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay barakeeyo waalidiinta iyo ardayda ilaahay ardayda ilaahay noo barakeeyo baaqi iyo yarmadii anuu yarnay u baaqnay waalidiinta iyo madaxda kale nooga timi magaalooyin kale aad baad mahadsantiin shukran baad leenahay een kulli mar labaadka kulli goor gaaban hadalkay gaaban waxa hadhin lama yiraahdo maxaase laga tagay ba la yiraahdo een kulli waxaan aan gudigali doona jawaabti ardaydu ay lahaayeen say kula lahaayeen waxaan imika bal u yiri doona waan si doona shahaadada ay khatimka quraanka ku khatimtay ayaan cali jaamac ayuu yiri doona markii la soo gaaray guriga gunaanadke munaasabadani waxa la maamuusay isla markaana shahaadada xiftiga quraanka kariimka la siiyay ayaan cali jaamac oo kamid ah ardayda sanadkan ka xiftiyay sodogo jisay quraanka kariimka madrasada deegaanka dooxa guban ee daaru raxma ardaydani ayaa ahayd ardayd arganaafka isla markaana u soo dhabar adeegtay in xiftida quraanka kariimka tusaalana u ah dadka ilaahay argooda uu siiyay sidoo kale gabagabadani waxa la maamuusay in ka badan 7 arday oo kaalmo hore ka soo galay imtixaanadkii laga soo qaaday sidoo kale munaasabadani waxa la maamuusay ardaydi iyaguna jisaska kala duwan ee quraanka kariimka soo xiftiyay halkaas oo lagu maamuusay shahaado ifaada madrasada daaru raxma ee deegaanka dooxa guban ayaa kamid ah madarista lagu barto xiftiga quraanka kariimka ee ardayda sanad kasta soo saara arday oo aqoon u leh quraanka kariimka iyo waliba culumtiisa wiib sariyaan warbaahinta nolosha islaamka deegaanka dooxa guban ee degmada mandheera